صار لي 3 سنين مطلقة طلاق طلقاني مطلقة وما أدري بدل بسنة 2020 عرفاني نفسي مطلقة المساعدة منظمة حرية المرأة بسكن ومساعدة أطفالي يعني يعني عايشة يومي مثل كل حياة يعني مثل اليومية العادية يعني عادي يعني حياتي عادية أطفالي ما داخل المدارس لأن ما عندهم أوراق ثبوتية والدهم ما يرضى يطلع وطلبته بالقانون هسه بديت وإن شاء الله قضيتي بعد أسبوع أول جلسة إلي على مود أوراقهم ويعني بديت حياة على مود أقدر أني أتعلم وأقدر أوصلهم فالجاي إن شاء الله أحلى أنصح كل بنية ما تتزوج زواج إلا بالقانون وبالمحكمة لأن على مود لا تدمر حياتها مثل ما أنا دمرت حياتي بثلاث أطفال فلد أي بنية كانت أكون بعقلها ما تمشي بقلبها على مود شنو تقدر تضمن مستقبلها ومستقبل أطفالها اللي يجون.